في عيون الفرنسويين ايه؟ الحقيقة الفرنسويين المواطنين الشعبيين بيموتوا في مصر، بيحبوا حاجة اسمها مصر. أولا هم لسه عندهم الفكرة راسخة إن مصر هي الفراعنة وتاريخ الفراعنة والمومياوات والحاجات اللي هي اللي سمعوا عنها ودرسوها هنا، لأن هنا التاريخ المصري بيدرس هنا في المدارس. لكن عايزة أقول لحضرتك كمان الفكرة كلها في إن هم دلوقتي بدأوا يبصوا لمصر بنظرة تانية، بدأوا يبصوا لمصر إنها منطقة سياحية. هي طبعا أزمة كورونا أثرت على العالم كله، أثرت حتى على فرنسا نفسها مش على مصر. ما انا عايزه اجي بقى معاكي لحته بقى يعني جائحه كورونا، بس عايزاكي تخلصي الاول. هي الحته دي خاصه بان هو الشعب الفرنسي بيحب مصر، الشعب الفرنسي اساسا شعب اجتماعي بطبعه، بيقبل الاجنبي قبل اهل بلده، وكمان احنا عندنا الطبع ده. شوفي حضرتك اللي موجودين في مصر، الاجانب اللي موجودين في مصر من سوريين من عراقيين من كل الجنسيات في العالم، احنا بنستقبلهم ازاي في مصر؟ كمان الشعب الفرنسي هنا عنده محب للاخرين، فعشان كده في تناغم، هم كمان بيحبوا مصر جدا جدا. واي ما تيجي سيره مصر في اي مكان، مصر بلد جميله، مصر بلد حضاريه. لا يعني انا اقصد تحديدا انه مصر وقت لما قبل ما انه احنا يعني ننتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي وانه يتولى الحكم، كان في اجواء وكان في ركود للدوله وكان في تدهور لمصر. فانا عايزه اعرف راي فرنسا الفرنسويين ايه في هذا التغيير، هل هم لامسينه شايفينه؟ حابه بس اعرف يعني، ويمكن لا مش عارفه. بالعكس بالعكس، عايزه اقول لحضرتك ان احنا هنا كمصريين كمان يعني عانينا فتره صعبه جدا 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 في المرحله دي، المرحله اللي هي المرحله اللي هي قبل انتخاب رئيس السيسي اللي هي ايام حكم الاخوان. للاسف الشديد هي كانت مصر بدات، حتى يمكن عايزه اقول لحضرتك كمان اي الشعب الفرنسي خاصه والشعوب العالم بتقيم اي دوله بقوتها من ايه؟ من حاجتين. أيوة. المراه والشباب. المرأة في عهد الإخوان كانت ملهاش دور، الشباب كان مهمش، كانوا بيحطوا بدل صورتها وردة، كان مهمش بكل شيء يعني للأسف الشديد. فطبعا ده كان بالنسبة لنا، أنا كنت ببقى حزينة لما زمالي يقول لي الحرب عندكم خلصت، الحرب عندكم خلصت، الحرب مسميين إنه فترة حكم الإخوان الحرب يعني. فطبعا يعني الوضع ده كان صعب جدا بالنسبة لنا احنا كمصريين. دلوقتي العالم كله، مين دلوقتي ما بيرفعش راسه ويقول أنا مصري؟ في الشانزليزيه المصريين دلوقتي، عايزه اقول لحضرتك في كل اي دوله في العالم بتطلع وتقول انا مصري. ليه؟ لان مصر ثبتت وجودها في كل دوله في اوروبا. وبعدين الشعوب الاوروبيه يعني هي بتحترم المراه جدا، فلما لما شافوا وضع المراه اصبح ايه؟ احنا عندنا 7 وزيرات دلوقتي، احنا عندنا المجلس القومي للمراه، احنا عندنا من يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي مكرم المراه والقوانين اللي بتشرع لها من خلال البرلمان المصري، وانه يعني اظن ان هم شايفين انه المراه ازاي اصبحت فعلا يعني عندها ادميتها محترمه، انها بتحترم يعني. على حاجه انا ذكرتها في المؤتمر بتاع مصر تستطيع بالطاقه المربوطه، وقت لما كان في تكريم لينا من قبل المجلس القومي للمراه ووزيرة الهجره سفيره نبيله. انا هنا عضوه في اقدم المجالس النسائيه. عايزه اقول لحضرتك حاجه، وقت ما فخامه الرئيس اعلن ان في عام اسمه عام المراه، احنا كنا هنا عاملين احتفاليه في يوم 8 مارس عشان اليوم العالمي للمراه. قالوا لي كلمه مش قادره انساها وقلتها في المؤتمر ده قدام الناس كلها في مصر. قالوا احنا العالم كله بيحتفل بيوم واحد للمراه، انتوا عندكم يا جماعه في مصر بتحتفلوا 365 يوم للمراه. عام المراه 365 يوم. الـ 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 الكلمة دي مش قادرة تخرج من ذهني فعلا لحد دلوقتي، لأن مين رئيس في العالم أصبح يعني خلى عام كامل يحتفل بيه المرأة؟ مفيش. مع احترامي لكل دول العالم مفيش. ده معنى إيه؟ إن مصر بتحب يعني المرأة، بتقدر المرأة، عارفة دور المرأة هو إيه، عارفة إن المرأة دي هي إيه. المرأة دي يعني لها دور كبير جدا جدا جدا. الطفرة الرهيبة اللي أصبحت فيها المرأة المصرية حاليا، يعني ما شاء الله وزيرات في البرلمان في كل حتى الأماكن الحساسة القيادية في الدولة أصبح فيها سيدات. يعني ده شيء جميل جدا، يعني لا تقليل من شأن المرأة، ولا قلنا إن صوت المرأة عورة ولا استخبينا، بالعكس ده المرأة خرجت أحسن ما عندها.
يعني لما الزعيم او القائد هو الحفاظ، لا وبعدين اهم حاجه هو الحفاظ على حق المرأة، حقوق المرأة دي من أهم الحاجات اللي حصلت عليها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبرضو بقول وبوجه كلامي لقوة الشر اللي بيحبوا ان هم يصطادوا، لان انا عارفة برضو هتتمنتج الحوار مع بعض وهيتعمل. فاللي عايزة اقوله ان كل حاجة بنقولها هي ليها اثبات على ارض الواقع. احنا مش بنتكلم انا والدكتورة جيهان وبنقول والله رأينا، ده مش رأي، ده مش رأي، ده واقع، ده ملف موجود، ملف تكريم المرأة وحقوق المرأة وأخذ المرأة لحقوقها كاملة. لا ده مش كلام، دي ملفات ثابتة ووقائع، مش مجرد رأي، ده مجرد رؤية. أنا إحنا بنعكسها للشعب اللي إحنا عايشين فيه. الشعب دلوقتي شايف مصر ايه، شايف المرأة المصرية عاملة ازاي. المرأة المصرية دلوقتي بقت تشارك في كل المناحي، يعني الحقيقة في كل المجالات بقى فيها المرأة المصرية. ويمكن الموضوع ده مش جديد علينا، المرأة المصرية من زمان جدا كانت يعني ملكة مدوجة. الرئيس السيسي الحقيقة اعطلها دورها الحقيقي، أدلها دورها الحقيقي. فطبعا أنا شايفة أن يعني مستقبل مصر حلو جدا، شايفة أن مصر كمان المرأة المصرية يعني الحقيقة مستنية كمان وكمان، وبقى عندها شجاعة وقدرة بدأت تنتج أكتر ما كانت في الأول، لأنها كانت مهمشة، ما حدش قادر يديها حقها، ما حدش قادر يديها حقها. لكن لما أخذت الثقة بدأت يعني تخرج أفضل ما عندها.